القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل. بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة مع العلم والعلماء وبرنامجكم علماء من بلدي. طبعا احنا الأيام دي بنعيش أجواء كلها أعياد، بداية من عيد القيامة المجيد. كل سنة وكل إخواتنا المسيحيين طيبين، وأعياد الربيع، وبكرة عيد العمال، وإن شاء الله كم يوم وهنبدأ شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. عايز أفكركم إن ميعاد البرنامج إن شاء الله هيكون برضو نفس اليوم يوم الثلاث، ولكن مش 8:30، هنبدأ 9:30 إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. مصر مش أنا وأنت، مصر أنا وأنت. تعالوا نبنيها. نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. ضيفنا النهاردة أعزائي المشاهدين صورة مضيئة ومشرفة لمصر في الخارج، عالم مصري شاب في مجال النانو تكنولوجي نالت أبحاثه العلمية إعجاب وتقدير الأوساط العلمية العريقة في مجال تخصصه النادر إلهام. معانا النهاردة أعزائي المشاهدين دكتور محمد سعد الإسناوي، أستاذ هندسة المواد الذكية والنانو تكنولوجي، المشارك بجامعة نوتنهام ترينت ببريطانيا، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الهندسية لعام 2009. دكتور محمد سعد حصل على بكالوريوس كلية العلوم جامعة عين شمس تخصص فيزياء بتقدير امتياز، نال الماجستير من نفس الجامعة، ثم سافر عام 2002 في منحة لجامعة كوينز البريطانية وهي من أشهر وأعرق 8 جامعات في بريطانيا، ليحصل فيها على الدكتوراه في هندسة المواد الذكية والنانو تكنولوجي عام 2007. دكتور محمد سعد نشر أكثر من 38 بحث وسبع براءات اختراع في أرقى المجلات والدوريات العالمية ذات معامل تأثير عالمي ومميز. ذكرت أبحاثه ومشاريعه البحثية المختلفة في أكثر من 600 مرجع علمي منشور في أكبر الدوريات العالمية. هو محكم للأبحاث في عديد من المجلات الدولية، وهو زميل جامعة كوينز وأيضا زميل أكاديمية التعليم العالي البريطانية. نال دكتور محمد سعد العديد من الجوائز ومظاهر التقدير والتكريم. فاز 2004 بجائزة أحسن بحث علمي
مقارنة بمجمل الأبحاث العالمية المنشورة بمجلة الفيزياء الأمريكية. اختير بحثين من أبحاثه المنشورة 2002 و2008 ليعاد نشرهما في مجلة النانو تكنولوجي العالمية، كما اختيرت إحدى تصميماته الميكروسكوبية المبتكرة في مجال النانو تكنولوجي لتطبع على الغلاف الخارجي لإحدى المجلات العالمية الكبرى. حصل على جائزة التدريس من جامعة كوينز ببريطانيا لإسهاماته الفعالة في تطوير معامل الفيزياء بالجامعة، وحصل زي ما قلنا في بداية الحلقة على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجال العلوم الهندسية 2009. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين، ومعانا على الهواء مباشرة دكتور محمد سعد الإسناوي، أستاذ هندسة المواد الذكية والنانو تكنولوجي، المشارك بجامعة نوتنهام ترينت ببريطانيا، زميل جامعة كوينز وأكاديمية التعليم العالي البريطانية. أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب، وإحنا بنشكرك جدا. هي أجازة قصيرة ليك في مصر، ولكن كنت حريص تكون معنا في البرنامج. شكرا لحضرتك. أهلا بحضرتك، وشكرا جدا لدعوتك لي أن أنا أجي البرنامج. دكتور محمد، خلينا نتكلم في البداية عن البداية، عن التفوق، عن التفوق من البداية، وخصوصا بعد دخولك الجامعة. فخلينا نتكلم على الفترة دي واختيارك كلية العلوم بالتحديد. الحمد لله، يعني انا كنت متفوق دراسيا من ابتدائي واعدادي وثانوي، وكنت هدخل كلية هندسة، بس ما يعني حسيت العدد كبير قوي وكده، وحسيت ان انا بحب العلوم والساينس وكده، الفيزيكس لان حبي لاساتذتي في الثانوية عامة يعني. فدخلت قررت ان انا ادخل كلية العلوم، وكان يعني بابا واخواتي وكده كانوا زعلانين يعني ان انا ادخل العلوم. يعني كنت جايب مجموعة هندسة؟ طبعا. وسبت ورحت العلوم. كان ممكن ادخل هندسه تكنولوجيا حلوان، كان اقل مجموعه يعني فيها. كان هدخل هندسه تكنولوجيا حلوان حتى، بس لا، انا حبيت ان انا ادخل علوم، بحيث ان انا طب كله هيبقى مهندس، طب انا عايز اعمل حاجه اديشن يعني اضيف حاجه. فدخلت العلوم، وكان هدفي من اول يوم، حتى من ثانوي عام وانا بكتب في الشيتس بتاعتي وكده، ان انا دكتور مهندس يعني من اول في ابتدائي يعني. فكان الهندسه في دماغي، ولكن اوكي اي كان ساكرفايس سمثينج، يعني انا ممكن اضحي بحاجه في سبيل ان انا اعمل يعني ادرس حاجه احبها واتميز في حاجه معينه. فكان الاسلام من اول يوم من دي نمبر 1 في العلوم يعني. وكان فيزيكس يعني بيو اخترناها في سنه ثالثه، كان المفروض يعني بناخد كل العلوم والكيمستري والرياضه في اولى وثانيه، وبعدين بنتخصص ايضا تبقى كمبيوتر ساينس او كيمستري او فيزيكس. اجين كان في يعني اصرار جامد جدا ان انا هدخل فيزيكس، تو بي اونست يعني ملهاش، للاسف ملهاش مستقبل في الوطن العربي يعني في الوقت السابق. فكانت صعب قوي ان انا يعني قرار ديزيجن جامد قوي ان انا لما هدخل لازم ابقى متفوق، اذروايز اي ونت نوت ايبل تو دو اني ثينج يعني. هو كان تحدي كمان جدا. انا بحب العلوم، بحب الفيزيكس، بحب الماث، ان اينشتاين قال تو بي جود ات فيزيكس يو هاف تو بي جود ات ماثماتكس. فيعني عشان تبقى كويس في الفيزيكس لازم تبقى كويس في الرياضه يعني.
فدخلت وكان تحدي كويس جدا وتفوقت، وكان اساتذتي في الجامعه كانوا متعاونين جدا جدا جدا، وكان في يعني طوائف ومواقف يعني كتير قوي بيني وما بين اساتذتي في الجامعه. وكنت شقي جدا انا من يومي وانا شقي يعني، يعني بس متفوق حبي يعني. طبعا حبي التفوق واحترامي لاساتذتي طبعا، واحترامي للكتاب العلمي اللي انا بقراه ده مهمه جدا جدا جدا، ان انا احترم. حتى كنت بقول لاخواتي الصغيرين يعني ما تقعدوا تذاكروا، ذاكروا باحترام. انا اسف اقولها يعني ايه معنى ذاكر باحترام؟ لا يعني نحترم المكان اللي انا هقعد فيه وابقى، ونحترم الكتاب جدا 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 الى الان يعني. انا اتخرجت بتقدير ممتاز. وبعدين هل تعينت في الكليه ولا لا؟ لا انا طلعت الثالث او الرابع على يعني الثالث مقرر. ما تعينتش طبعا. خدوا الاول والاول عموما، الاول والثاني. فتعينت معيد في طب اسيوط، ودي غريبه شويه، طب اسيوط في قسم الطب النووي. فكانت برضه يعني غريبه جدا يعني، يعني طب اوكي ده انت، انا الفيلد بتاعي فيزيكس وازاي ان انا هدخل طب؟ وكان جميله قوي، كان اوبورتونتي عاليه قوي، والاساتذه هناك شجعوني قالوا لي انا هبقى من القلائل يعني اثنين او ثلاثه بس في الفيلد ده في ذات الوقت ان انا هدرس النيوكلير ميديسن اللي هو يعني الطب النووي. فده هتسافر على طول تعمل ماجستير ودكتوراه في امريكا يعني. فبس ما كملتش فيها. طيب بس انت ستة. خدت الماجستير من جامعه عين شمس. ما انا سبت، انا استقلت من طب اسيوط يعني. ما حبيتهاش، المسافه بعيده كانت يعني للاسف. فتعينت معيد في معهد المياه، معهد القياس والمياه. بعدين عملت الماجستير. عملت الماجستير في الريديشن فيزيكس وال يعني اشعاعات المعينه يعني. ده بس اشعاع خاص يعني فيزيائي يعني. تاثير الاشعه جاما واشعه يو في على التكستايل. فبيبقى ليها ابلكيشنز في النيوكلير اكتورز، في المفاعلات النوويه ليها ابلكيشنز. يعني ليه بيحصل التكستايل ديجريديشن لما انا البس ابقى لابس حاجه بعد ممكن سنه او ست شهور اليو في بتاثر عليها، الفيد بيحصل كولر فيدنج. لا حضرتك احنا مش فاهمين. الالترا فايلوت اللي هي الاشعه يعني احنا مش متخصصين يعني حضرتك اشرح لنا عشان نفهم. انا مش بقصد يعني لا ده مش برنامج علمي، ده برنامج موجه لكل المواطنين عشان يحبوا العلم. وانا احب ان انا ابسط كل العلم. حاضر. فالاشعه فوق البنفسجيه اللي هي طبقه الاوزون طبعا مفتوحه شويه، فالاشعه فوق البنفسجيه ديت بتاثر، بتيجي من الشمس فبتاثر على المنسوجات وعلى التكستايل وعلى الكالر، فيحصل الكالر لون التكستايل نفسه ممكن يحصل له فيدنج يعني، يعني يضمحل يعني. فده بندرس تاثيره. التاثير ليه ابلكيشن زي ما انا قلت، ليه تطبيقاته. تطبيقاته في المفاعلات النوويه، ان انا ممكن استخدم مثلا اشعه جاما دي والتكستايل، اشوف ايه انواع التكستايل قبل وبعد التعريض للاشعاع، ادرس الخصائص بتاعتها، واقدر اشوف احسن ماتيريال، احسن ماده تستخدم مثلا في الكيبلز، في الكابلات بتاعه المفاعلات النوويه. فتبقى لازم المفاعلات النوويه الكابلات بتاعتها تبقى يعني مقاومه للاشعاع، لان انا لو حطيت كابلات وغطيتها ببلاستيك، بلاستيك بولي اسيدين بولي فينايل كده، لو غطيت الكابلات العاديه بتاعه مفاعلات بكابل عادي والماتيريال بتاعته بتتاثر بالراديشن بالاشعاع اللي احنا بنشتغل بيه جوه، هينفجر يعني الكابل هيقطع وهتبوظ الدنيا. فبندرس الخصائص دي. كمان ليه مثلا تطبيقات في السبيس، الكل الساتلايت والمركبات الفضاء بتطلع، ما هي بتطلع بتلاقي الاشعه الكونيه فوق. طب ما احنا انا مش هقدر لازم ادرس خصائص المواد تحت تاثير الاشعاع قبل وبعد الاشعاع، بحيث ان انا لما اطلع نصمم المركبه الفضاء دي وتطلع فوق يبقى انا مختار الماتيريال او الماده اللي هي تقدر مور ريزيست يعني تتحمل. بالظبط. فليها ابلكيشنز كتيره. ومن الابلكيشنز كمان كل معظم الفود يعني تشوفي في الستور مثلا ميجا ستورز بتلاقي مثلا الفراوله او كده بيحطوها في الشلف بتقعد مثلا اسبوع او 10 ايام ولسه ناضجه يعني. لان هم بيدوها دوز من اشعه جاما عشان تمور ريزيست البكتيريا وكده. اوكي. فدي اوكي. طب الاشعه طب يعني دي اشعه يعني امنه؟
يعني آمنة طبعا على في اللوبيس وكده تبقى آمنة. الجرعات البسيطة آمنة طبعا، مدهوسة جدا ومعروفة عالميا يعني. ولكن بنفكر بقى، طب ما هي الفود ده والأكل والفروت والفواكه ما هي محطوطة في كونتينر يعني، محطوطة في بوكس بلاستيك ده. طب ما إيه بقى تأثير الإشعة على البلاستيك نفسه؟ لأن ممكن يتفاعل مع البلاستيك، يحصل ديجراديشن بلاستيك، والبلاستيك يتفاعل مع الاكل بالظبط. فدي الابلكيشن الجديده خالص اللي انا بشتغل فيها يعني. برضه جزء لا ده حاجات جديده حضرتك بتشتغل فيها ولا وقت الماجستير؟ وقت الماجستير، شوف وقت الماجستير كان ده الناس ما بتتكلمش عنه خالص، فانا كنت من اوائل الناس اللي بتتكلم عنه. وبعد كده اكتشفت حتى في جامعه نوتنهام دلوقتي لما عرضت عليهم عملت سيمينار في الماستر بتاعتي، كانوا مستغربين قوي ان دي اكتر من 15 سنه مثلا او كده. وكنا احنا عندنا يعني يعني رؤيه فيجن جميله، وانا افتخرت بالفيدباك. طب يعني لما خرجت بالرؤيه دي من خلال الماجستير، وطبعا يعني من 15 سنه وقت طويل جدا، بس خرجت بالرؤيه دي، وصلت لمرحلة انه طب يعني حد شاف الرؤية دي قال انه انا ممكن اطبقها او غيره، ولا هي رؤية علمية وفقط؟ لا هي في للاسف يعني الـ انا ما يعني النقد يعني النقد بناء يعني لا. يعني الـ الوطن العربي مش بتكلم على نقد قد ما بشوف يعني هل احنا بنوصل يعني علمائنا بيوصلوا لنتائج هايله جدا. شوف لما حضرتك بتقول انه من 15 سنه شفت حاجات في كتير ما شافوهاش بالظبط، بس ما كانش في اي اهتمام باللي شفته. ما فيش. طيب وصلنا من الماجستير، خلينا نمشي مع دكتور محمد من الماجستير ونروح للدكتوراه. بس الدكتوراه الماجستير كان من جامعة عين شمس، لكن الدكتوراه هنسافر بيها بقى لبريطانيا. المنحة كانت ازاي وليه بريطانيا بالتحديد؟ جميل قوي السؤال ده، لاني مقصف هي الى الان يعني، لان انا كنت بقدم على المنحة اول ما خلصت الماستر، وبعد ما منح شخصيه انا كان ممكن انا تعينت زي ما قلت لحضرتك معيد في معهد القياس والمعايير، وبعدين عملت انا بشتغل في الماستر، سبت معهد القياس والمعايير استقلت وتعينت معيد في كليه تربيه السويس. فبحب التدريس يعني وكده، فانا معيد في كليه تربيه السويس بدات ان انا اعمل ابلكيشنز واقدم يعني على المنح، وكان ممكن ان انا استنى دوري في البعثه يعني، جيلي بعثه وهابي يعني، وانا كنت يعني خلاص انا يعني دوري مستني ممكن بعد سنه مثلا اساف. لكن اثرت على نفسي ان طب ما انا ايه، فانا يعني لو انا عندي الامكانيه ان انا اقدر اقدم واتجاوب مع يعني مع الجامعات الخارجيه واخد منها، يبقى انا وفرت على بلدي في الوقت اللي كان ربع مليون جنيه يعني، فانا وفرتها اديتها لزميل اخر يعني واي نوت. فعملت ده، فجات لي المنحة أنا وبقدم بنتناقش مع الدكاترة وكده، ففي دكتور اللي هو المشرف بتاعي اسمه مارتي جريج، قبل ما يديني المنحة وقبل ما يعمل لي انترفيو، فبيقول لي يعني أنا انترستد إن السي في وكده، أنا مهتم بشغلك وكده وحابب إن أنت تيجي يعني معانا. فأنا قلت له بس الماستر بتاعتي يعني راديشن بعيدة خالص عن هندسة المواد والنان تكنولوجي، بعيدة خالص. قال لي I don't care about this. طب أنا هو ليه بعت له هو بالتحديد يعني، ليه راسلته بالتحديد بما انه هو تخصصه وطريقه غير طريقك؟ لان الرؤيه كانت واحده يعني، يعني هو دايما يقول العلم ليس اني ما دام انا تخصصي مثلا فيزيكس يبقى لازم اكمل في الفيزيكس، ما دام تخصصي في الاشعاع لازم اكمل. لا احنا حتى البي اتش دي بيسموها دكتوراه الفلسفه، فلسفه العلوم، وليس دكتوراه ان انا ابقى ساينتست وان انا يعني اعلم علماء الارض. لا انا اللي يحصل على دكتوراه وماجستير ودكتوراه فهو يبقى كابابل وقادر على ان هو يقدر يحلل اي مشكله تقابله بحثيه، فده بيخلي الموضوع سهل. فانا اخترت يعني، انا كنت بقدم يعني everywhere، كنت بقدم في امريكا، بقدم في نورواي فكذا، فكان الموضوع شيق بالنسبه لي. ولكن لما هو رد علي قلت اوكي واي نوت، انا اقدم واشوف. فهو استغربت ان هو بعت لي ايميلز وهو رد علي وقال لي، انا بقول له طب انا عايز يعني اصدق يعني يعني اني اوكي هو موافق عليا. فقلت له انا تخصصي في الماستر راديشن بعيد شويه يعني،
بالنسبه لي اي دونت كير، انا ما اهتمش بده، انا بهتم بخبراتك اللي انت اكتسبتها في مرحله الماستر. طيب سافرت بقى وكان التخصص زي ما بنقول كده دلوقتي مختلف نادر نقول بدا بقى يعلمك ايه يعني؟ اكيد طريقه البحث العلمي كان شكلها مختلف جداً. والموضوع كمان مختلف حبي. فبالتالي يعني حتى بيئه مختلفه جدا جدا فيعني كل حاجه بتبدا من جديد يا دكتور محمد. جدا 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 بدات من جديد يعني كان زي ما بيقولوا اخذت الشوك يعني الصدمه ان يعني الفرحه والصدمه ان انا يعني اوكي انا طبعا اهل بلدي وعلمي وكده طبعا الحمد لله انا افتخر ان احنا اتعلمنا كويس باي ذا واي يعني انا لا انكر هذا اتعلمنا في والى الان انا بدرس في الجامعه مثلا في نوتنهام اللي انا بدرسه في الـ في الـ في 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 سنه اولى وثانيه لطلبه اولى وثانيه جامعه هم بياخدوا مثلا overall يعني بياخدوا في الفيزيكس مثلا في ماده معينه بياخدوا مثلا بيغطوا في 5 شابتر مثلا احنا في سنه اولى غطينا مثلا 20 شابتر من كتاب تكس واي اسمه سوي فاحنا في عين شمس وفي كليات العلوم في مصر اتعلمنا كويس جدا جدا اكيد جدا. والا حتى ما كانش هو اختارك وانه قال انت يعني تخصصك تقدر الله. تقدر تشتغل معاه بس انا بتكلم على فكره الانفايرمنت البيئه مش بس البيئه لا يعني فكره انك تتقبل التغيير تغيير التخصص جدا. تغيير المكان تغيير طريقه البحث العلمي كشخص كمان قادر تتعامل مع التغيير ده انا تشالنجر يعني بحب التحديات وانا بحب حتى بلعب تشيس فانا بحب المغامرات كمان بلعب الشطرنج يعني كويس قوي فبحب المغامرات قوي فهي تشالنج وهو كل الاوبورتونيتي معايا يعني كل الفرص اتيحت قدامي التشيك حتى انا فاكر قوي يعني انا سافرت وبابا بقى يعني بعت لي شويه فلوس كده على جنب ان يعني انا يعني خوف بقى على ابنه وكده وخالي حتى ربنا يكرمه فانا اول ما وصلت كان ساتردي الماندي كان الشيك بتاعي بتاع يعني المنحه بتاعتي بيديني شيك عشان اصرف يعني هو لسه ما شافنيش بشتغل حتى بس بيديني عشان يساعدني ان انا هابي انا ساتسفايد مكتفي ماليا وذهنيا فابدا ان انا اتعامل معاه فكان التحدي جميل قوي والحياه سهله قوي بالنسبه للسوبرفايزر بتاعنا لازم اتكلم عنه برضه دي مهمه قوي ان هو سمبلستي البساطه قوي 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 كله مفيش تايتلز مفيش اقول دكتور وكذا كلنا اسماءنا باسامينا من غير الالقاب انا فاكر ان السوبرفايزر بتاعي في اول المراحل بتاعتنا كان بيديني بيفتح لي مجالات يعني يجي معايا نعمل اكسبيرمنت مع بعض نسهر مع بعض بعد ما نخلص نشرب كافي مش على التيبل بنقعد على الارض ارض نظيفه طبعا فبنقعد على الارض وبنقعد نفرش الـ 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 الكتب بتاعتنا ونقعد نذاكر هو قاعد معايا صور ليه وهو على الارض انا وهو وبنذاكر مع بعض. طيب يبقى نتكلم على موضوع الدكتوراه بس بعد الفاصل. We'll be right back.
اللي هيلعب بيها وخليها قد الدنيا. العلم والشباب، العلم والشباب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بالعلم بالشباب، تحيا مصر. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين. المنحة لبريطانيا كانت 2002 وحصل على الدكتوراه 2007. اتعلم فيهم إيه؟ رسالة الدكتوراه كانت عن إيه؟ ده سؤال نحل. جميل. اتعلمت أولا أني يعني تحاول لو حابب حاجة وبتشتغل فيها وبحث علمي في فكرة في دماغك، في دماغ الساينتس يعني، اشتغل فيها ما تخافش. نو كوست، ما تخافش من الكوست دي هتبوظ التجربه او كده، لا اشتغل ونو وريز. ودايما سوبرفايزر وبقيه التيم يعني كانوا يقولوا لي ان حتى الفشل هو نجاح في حد ذاته يعني. يعني لما تفشل ونفشل في تجربه وقعدنا فيها 3 مانس او 4 شهور او 5 شهور واشتغلنا وضيعنا ماني وضيعنا فلوس وحاجات كده، لا ده نجاح في حد ذاته، لان احنا هنقول لما نيجي ننشر بيبر هنقول اوكي احنا جربنا ده فشلنا، بقيه الساينتست على المستوى العام مش هيعملوا ده تاني، مش هيحاولوا فيها، يبقى انا وفقت عليهم وقت برضه. خرجت بنتيجه برضه. خرجت بالظبط نتيجه فادت الاخرين تاني حاجه يتراي والاوبن اوبن اللاب مفتوح 24/7 زي ما بيقول، 24 ساعه في الاسبوع مفتوح. اجازات عايز تشتغل اهلا وسهلا، مش عايز تشتغل اوكي، مفيش زي ما احنا يعني بنقفل على الاجهزه وكده، فكل الاجهزه متاحه. فدي بتفتح افاق للساينتست يعني، بيبقى هو مهتم بس ان هو يركز كل شغله في الساينس. نتكلم على الموضوع في الموضوع الدكتوراه كان على مواد اسمها فيرو الكتريك ماتيريال، رهوة عملني معلش. فالفيرو الكتريك ماتيريال هي مواد يعني اوكسايد، يعني مواد اكاسيد. هذه المواد ليها خصائص ان هي بتحتفظ بالتشارج، بتحتفظ بالشحنه الكهربيه جوه الماده. يعني بقى انا عندي ماده بسيطه جدا، لما بابلاي بطبق عليها مجال كهربي الماده دي باكسايت، يعني بتحصل لها استقطاب، بتستقطب هذه الماده يعني بتحمل شحنه. فالشحنه دي لما بفصل منها التيار الكهربي او الالكتريك فيلد، لما بفصله منها بتظل الماده محتفظه لبعض الوقت بالشحنه اللي كانت اكتسبتها. فدي بنستفاد بيها ببساطه قوي 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 في المواد، في ذاكرات الكمبيوتر، كمبيوتر ميموري اللي هي رامات الكمبيوتر، ريد اكسس ميموري. شوفي رامات الكمبيوتر حضرتك، لو حضرتك بتسيفي حاجه او بتكتبي حاجه على الوورد وحضرتك بعد 10 دقايق نسيتي تسيفي، نسيتي تخزني المعلومات ديت على الهارد ديسك والكهرباء قطعت، ايه اللي هيحصل؟ كله ضاع. لان دي بيسموها رام، بيسموها فيرتشوال ميموري، ذاكره عشوائيه، لازم تبقى شغاله تحتفظ بالمعلومات جواها ما دام الكهرباء ابلايد، ما دام الفيشه في الكهرباء يعني زي ما بيقولوا. طيب دي المواد دي بتستخدم من السيليكون او بتصنع من السيليكون. فاحنا كان في الدكتوراه ان احنا فكرنا ان بدل ما نستخدم السيليكون اوكسايد او دايوكسايد بدانا نستخدم الفيرو الكتريك ماتيريال. فالفيرو الكتريك ماتيريال قدرنا نصنع رام بس نخليها مش فولاتايل، مش متطايره، مش معتمده على الكهرباء ان هي لازم تبقى ابلايد كهرباء على طول متطبقه عليها. عملناها نون فولاتايل ميموري اللي هي ذاكره غير متطايره، بمعنى انا لو سيفت عليها الداتا البيانات بتاعتي والكهرباء قطعت تحتفظ بالداتا بتاعتها، بمعنى اخر انا مش محتاج هارد ديسك اسيف عليه الداتا، فكل الداتا مش محتاجين الكورس الصلب اللي بنخزن عليه، كل البيانات تقدري تخزنيها في الكمبيوتر على الرامات. فده هيقلل وزن الكمبيوتر، هيقلل وزن اللابتوب، هيقلل كمان، هيبقى ليه تطبيقات، هيبقى ليه تطبيقات عسكريه ضخمه جدا. لان مثلا حضرتك مثلا في صاروخ باليستي كده طالع ومثلا رش عايزه تضربه في مكان يعني، ف كل صواريخ مثلا بتبقى معتمده على اوكي، فمثلا الصواريخ دي بتشتغل بالكمبيوتر طبعا. فالكمبيوتر لو بيستخدم الرامات اللي انا قلت عليها، بتستخدم المواد اللي هي الفيرو الكتريك ماتيريال دي، نستطيع ان احنا نبقى مطمنين ان الكمبيوتر مش هيحصل له انتربشن لو الكهرباء قطعت منه، حصل ما فيش باك اب للكهرباء او الباتري خلصت او كذا، الكمبيوتر هيحتفظ بالداتا بتاعته. ما دام الكمبيوتر هيحتفظ بالداتا بتاعته بالبيانات بتاعته، يبقى مثلا توجه الصاروخ هيبقى متوجه صح، اذروايز يعني والا هيضرب
عليهم تاني لو ضربوا. فده بعض التطبيقات البسيطه قوي اللي هي الذاكره الكمبيوتر الغير متطيره. عايزين شويه بقى نتكلم على الشغل. يعني خلاص الباحث خرج بالنتائج سواء في الماجستير او الدكتوراه، كمل ابحاث واستمر في الموضوع ده، ولا اشتغل بقى في شركات وشركات عالمية سواء في بريطانيا او الولايات المتحدة الامريكية؟ هنعرف بالتفصيل يعني العمل او مراحل العمل المختلفة في اماكن مختلفة بعد الفاصل. من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام، عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. بنزرع، بنتعب، بنبني ونعلم، وكل يوم بنرفع اسم بلدنا. تعالوا نكمل، نشتغل أكتر وأكتر ونجود أكتر. مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا. مصر بتتقدم كل يوم بينا. رجعنا مرة تانية وعايزين نتكلم على العمل سواء كان في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية والمجالات اللي عمل بيها دكتور محمد. اوكي، انا خلصت البي اتش دي بتاعتي زي ما قلت لحضرتك في الهندسه المواد المتقدمه والذكيه والنانو تكنولوجي. فالجزء الكبير قوي من البي اتش من الدكتوراه بتاعتي كان في النانو تكنولوجي، وهي المواد اللي هي ازاي نصنع او نطوع المواد في النانو سكيل، في السكيل الصغيره جدا او المقياس الصغيره جدا، ان هي تطلع وظائف ما كانتش موجوده في الطبيعه. ببساطه يعني عشان اتكلم في مرحله العمل لازم اتكلم شويه على النانو تكنولوجي ببساطه او هبسطها قوي. فالنانو تكنولوجي هي يعني لو عندنا متر، 1 متر يعني متر عادي، متر 100 سنتي. فلو انا قسمته ل 1000 مليون جزء، 1000 مليون جزء، انا لو قسمت المتر ده اولا ل 1000 جزء، فكل جزء منه مليمتر، 1 ملي. لو انا قسمت نفس الميتر ده الواحد متر قسمته لمليون جزء، فيبقى كل جزء منه واحد مايكرومتر، واحد مايكرومتر. طب لو انا قسمت الميتر دوت لألف مليون جزء، الجزء البسيط قوي دوت هو النانومتر. ببساطة برضو عشان نتخيل برضو حجم البسيط او السمك البسيط قوي ده، حجم الديامتر او القطر شعرة الهيومن يعني رأس الانسان، قطر الشعرة الواحدة هي 100 مايكرومتر. يبقى اذا النانومتر اصغر 100,000 مره من قطر شعر راس. اوكي، فاحنا ما بنقدرش نشوفها بالنكد بالعين المجرده. كل شغلنا بيبقى بالمايكروسكوب، تحت المايكروسكوب، ونقدر نعمل ديزاينز تحت الميكروسكوب. الديزاينز دوت نقدر نعمل منه، نشغل مثلا نطلع روبوت صغير بالنانو سكيل صغير قوي ما يتشافش، نقدر مثلا ندخله جوه جسم الانسان وهو يدخل ونطوع الديفايس ده، الحاجه الصغيره قوي قوي قوي، تدخل مثلا عند القلب تعدل مثلا شريان، تدخل عند الكليه تطلع حاجه. فده النانو تكنولوجي عموما. انا بتكلم في الطب برضه، ليه علاقه طبعا في الكمبيوتر ميموريز، ذاكره الكمبيوتر زي ما قلت، وليه علاقه لما بدات اشتغل. بدات اولا اشتغلت في شركه يابانيه في بريطانيا، وكنا بنشتغل بنصنع وبنطور المالتي لير سيراميك كاباستورز اللي هي مكثفات، يعني على مستوى التصنيعي اي مكثف كهربي. في كل حياتنا في معانا مكثفات، الموبايل فون معاه ملايين المكثفات، السياره، الكاميرا، المكثف ده هي الوحده
التي تخزن الطاقة الكهربائية ببساطة جدا. يعني هو تو بليتس يعني لوحين كده وطبق عليها بس وصلهم ببطارية أو بتيار كهربي. فالبطارية دي فالتو بليتس دول هيخزنوا الشحنات على السطحين بتوع المكثف وبينهم هواء أو بينهم بنحط مادة عازلة يعني. فيبقى ده اسمه مكثف فده بيخزن الطاقة الكهربائية. بعد كده بنستفيد بده ان هو الوحدة الاساسية لذاكرة الكمبيوتر بتبقى مكثف وترانزستور. فالمكثف كان ترانزستور لما نصنعه في النانو سكيل نقدر نطلع منه تطبيقات زي ما قلت لحضرتك في النانو الكترونكس. دي في الشركة اليابانية اشتغلت فيها فترة وبعد في كده المتحدة الأمريكية. في امريكا اشتغلت برضه في شركة كبيرة قوي 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 واشتغلت في مجال السيمي كوندكتور اشباه الموصلات وتطبيقاتها في الطاقة الشمسية خلايا الشمسية. يعني كل ده بقى ولسه ما تكلمناش على جائزة الدولة التشجيعية وعلى الأبحاث اللي اشتغل عليها وحصل من خلالها على الجائزة. مجموعة أبحاث نتكلم على أهمه. أهمهم كانت مجموعة يعني كانت على ماتيريال نانو تكنولوجي يعني واللي هي أشتغل اسمها نانو فانكشنال ماتيريال. يعني إن أنا أطوع إزاي المواد اللي هي الأكسيد الأكاسيد أقدر أطوعها إزاي وهندسها إزاي بحيث إن أنا أخليها تطلع خصائص ما كانتش موجودة في الخصائص الطبيعية. ببساطة برضو في علم النانو تكنولوجي هرجعت لنا التكنولوجي. لو أنا عندي قطعة ألمنيوم مثلا اللي هي يعني ألمنيوم طب ما هي موصله جيده للكهرباء وموصله جيده للحراره زي ما احنا اتعلمنا في ابتدائي واعدادي. دي في السكيل او في المكاس العادي اللي هو سنتيمتر وسمكها 2 سنتي او كده. طب لا في النانو السكيل اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي احنا ما بنشوفوش بالعين المجرده بس احنا نقدر نوصل له ونقطعه ونقطع اتوم كده معينه تلاقي الالومنيوم مش موصله جيده للكهرباء. يبقى انا قدرت ان انا اطوع او اولد او اخلق خصائص جديده ما كانتش موجوده في الماده الطبيعيه دي. فده الكور او القلب بتاع النانو تكنولوجي ازاي ان انا اطلع خصائص ما كانتش موجوده. فكان جزء كبير من ابحاثي بعد الدكتوراه ولحد ما اخذت الجائزه الدوله التشجيعيه كان في موضوع النانو تكنولوجي عموما في الكربون نانو تيوب الانابيب النانو كربونيه. دي ماده زي من اسمها يعني نانو تيوب يعني تيوب بس السكيل المقياس بتاعها صغير جدا في النانو سكيل ومعموله من الكربون. فدي خصائصها ان هم قدروا بالابلكيشن بتاعها يقدروا يصنعوا البايسكل اللي هو في الاولمبيكس مثلا اولمبيات وكده البايسكل كلها على بعضها تبقى وزنها مثلا 5 كيلو جرام كل العجله الدراجه دي جامده جدا. او يقدروا يطعموا بيها التكستايل عشان يبقى سويمنج سوت اللي هو بدله العوم يعني في السباحين. السباح العالمي ده عايز يقطع ويكسر الحاجز مثلا الاولمبيات في 1/10 سكند يعني اوكي. فالماتيريال يخلوا التكستايل او البدلة العوم بتاعته دي يحطوا فيها مواد نانوميترز ماتيريال يعني. فالمواد دي من نانوميتر تقدر ان هي تقلل الدراج تقلل مقاومة المية هو بيعوم. فالنانو تكنولوجي داخلة في كل حاجة. طيب يعني اكيد يعني احنا دايما بنفكر انه البحث العلمي بيؤدي الى يعني مرحلة تطبيقه يعني ده المهم يعني مش قضية البحث العلمي من اجل البحث العلمي فقط وده طبعا مهم ولكن يعني في وضع احنا بنبني فيه بلدنا مهم جدا يكون فيه تطبيقات. دكتور محمد يعني ما وصلش لمرحلة بس التطبيقات لا ده كمان وصل لمرحلة براءات اختراع. فيعني عند حضرتك مجموعة من الاختراعات على الأقل 7 في عموما هي في النان تكنولوجي طبعا وابليكيشنز وتطبيقاتها في الطاقة الشمسية. احنا طبعا يعني نعي جيدا اهميه الطاقه الشمسيه واهميه الطاقه الجديده والمتجدده على مستوى العالم كله. فبراءات الاختراع عموما كانت في الديزاين ان احنا ازاي نحقق احسن انا والتيم البحثي طبعا بتاعي ازاي نحقق احسن كفاءه للخلايا الشمسيه باقل تكلفه ممكنه. يبقى يعني لو كوست وهاي افيشنت ماتيريال يعني بيسموه. فدي في حد ذاتها طلعنا براءات اختراع كتير جدا لاني اني ازاي ان احنا نحقق الوورد ريكورد اللي هو يعني نسجل كفاءه عاليه جدا مثلا خلايا شمسيه اللي تقدر هي توفر للطاقه. فده جزء من براءات الاختراع اللي احنا اشتغلنا فيها يعني. متسجل في الخارج ولا هنا كمان؟ طبعا 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 يعني. على مستوى العالم طبعا في مصر لو سجلنا في مصر يعني لو واحد قاعد انا اسف يعني في ليبيا
هياخد ويطلعها وينقلها، لكن على مستوى العالم فهي بروتكتد، محميه، محدش يستطيع ان هو يشيل اسمنا من عليها. طيب يعني خلونا نكمل مع بعض المشوار العلمي لدكتور محمد، وده برضو هيبقى مرتبط بالتطبيقات، ونتكلم على التطبيقات المختلفة لأبحاثك واللي تم يعني تجربتها أو دخولها في مشاريع بحثية. اوكي، التطبيقات اجين في شغلي انا في النان تكنولوجي، في ماتيريال ساينس ماتيريال انجينير زي ما بيقولوا لهندسه المواد الذكيه والمتقدمه والنان تكنولوجي، تطبيقاتها مينلي اساسا في الطاقه الشمسيه. ليها تطبيقات كمان في الباتريز، البطاريات. يعني انا هدي لحضرتك مثال بسيط قوي والعامه والخاصه يعو جدا يعني، وحصل لنا في 73 وقبل 73 كمان في الحرب يعني الاستنزاف، ان الطيارين المصريين مثلا ربنا يكرمهم كانوا بيشتكوا لرئيس انور السادات ان اوكي الطياره لو الطياره بتاعته وقعت وهو معاه الاجهزه بتاعته، فالاجهزه دي بتطلع اشعه يعني اشعاعات علشان تخلي البايلوت اللي هو الطيار الهليكوبتر يبدا يبيك هيم اب يعني ياخده، يعني هو وقع بالطياره وخلاص يبدا يجيب جنودنا تاني يعرفوا مكانهم يعني. فكانت المشكله الرئيسيه قبل حرب اكتوبر، ودي يعني موثقه، ان الطيارين كانوا بيشتكوا ان البطاريات، طبعا الطيارات بتاعتهم اقل جوده من الطيارات الاسرائيليه في الوقت ده، كانت طيارات سخوي روسيه، فكانت البطاريات بتاعت البايلوت والطيارين بتعيش ساعتين بس، يعني ساعتين وتخلص زي الموبايل فون ويخلص، فخلاص ان 2 اورز لو ما قدرناش او في ساعتين ما قدرناش نجيبهم للاسف كانوا بيموتوا، كانوا بيشتكوا من كده، في حين ان الطيارات الاسرائيليه والبطاريات الاسرائيليه كانت بتقعد مثلا ايام يعني. اوكي، فدي يعني اذا يعني احنا نعي ده قوي، ان جزء من الابلكيشن ومينلي قوي اللي هو البطاريات، صناعه البطاريات باستخدام النانو تكنولوجي دي حاجه مهمه في وقتنا الحالي، وطبعا زي ما قلت حضرتك الطاقه الجديده والمتجدده مهمه قوي، وكمان الابلكيشن في النانو الكترونكس وذكاء الكمبيوتر زي ما انا ذكرت لحضرتك. يعني كمان حضرتك بتقوم بتحكيم بعض الابحاث يعني، فعايزين نتكلم على الفكره دي، الموضوع ده تحكيم الابحاث واهم الابحاث اللي قمت بتحكيمها. انا هقول من يعني باكورد، يعني هقول من اخر بحثي، انا لسه محكمه، اخد مني وقت طويل شويه، لسه محكمه وطلعته من حوالي 2 ويكس. او انا عايزه بقى اتكلم على فكره تحكيم الابحاث. اتفضل. يعني بالنسبه للباحث اهميتها، يعني هو بيقوم بعمل ابحاث بس كمان لما يقوم بتحكيم ابحاث الغير بتبقى الحكايه شكلها ايه؟ يعني بنتعلم يعني ايثكس يعني ده انت الباحث اصلا اللي هو ايه ده في حد ممكن يكون وصل لمراحل كمان عاليه من اكتر منك بكتير. طبعا ممكن طبعا نتحكم ممكن من علماء مثلا من اليابان، بنتحكم ابحاثهم من امريكا، من بريطانيا، فدي بتدينا كمان، ومش لازم في التخصص 100% في التخصص 100%، ولكن ممكن يبقى تخصص يعني 60% قريب من تخصصنا، ولكن مطلوب ان احنا نحكمه بحكم الخبره يعني، فبنتعلم ان في نيو ايدياز يعني، وفي بتعلمنا الايثكس يعني الاخلاقيات المهنه كمان، لان في اخلاقيات في المهنه، انا بحكم فانا لازم يبقى في كونفيدنشاليتي يعني في سريه في التعامل، وممكن واحد من التيم اللي هو بيبقى هينشر البحث ده ممكن انا اكون عارفه اسما يعني، بس اخلاقيات البحث ما ينفعش ان انا ريفيلت، ما ينفعش اقول له انا بحكم بحثك وبعدين يبدا هو يناقشني، دي حقيقه بتحصل يعني، يناقشني واوكي يقول لي يعني المحكم ده تعبني قوي بيسالني، وانا اصلا بس ما اقدرش اقول له، فبتدي بتبقى حاجات طريفه طيب يعني. قلت هتبدا من الاخر. فالبحث الاخير هو مرجع مهم قوي، اكتر من حوالي 80 بيج يعني 80 صفحه بيشتغل على او بيتكلموا على موضوع البايوماس اللي هو الوقود الحيوي، الوقود الحيوي وازاي انا اسف اتفضل، بس في صوره لو حضرتك تكلمنا على الصوره دي عباره عن ايه، وبعدين هنرجع تاني لموضوع التحكيم ده. جميل قوي ان حضرتك اخترت الصوره دي تحديدا يعني. ايوه، ده البروجكت اوروبا في 2009 2008 بدأوا يفكروا جيدا ان هم يستخدموا الطاقه الشمسيه ان هي تفيد بلادهم يعني، بحيث ان هي تغطي
15% يعني 15% من استهلاك أوروبا كلها للكهرباء في سنة 2050. فعملوا بروجكت كبير قوي اسمه أو بدأوه يعني initiated بدأوه في 2008 وسموه ديزرت تيك تكنولوجيا الصحراء. وحتى نشروا في على الشمال أعتقد في أو في تايتل يعني كانوا كاتبين مقالة في النيتشر والساينس كانوا بيقولوا ان اوروبا هتشتري الافريكان سان سبيشال ديليفري. هم كاتبين كده التايتل يعني زي ديليفري بتاع الاكلات وكده. فهم هياخدوا الافريكان سان الشمس الافريقيه دي سبيشال ديليفري من تحت البحر المتوسط. المقاله بدات وهم اشتغلوا وفندد الموضوع دوت يعني كان ميزانيه بتاعته هي طبعا المانيا وفرنسا وايطالي بداوا فيها واسبانيا. وقالوا ان هم الايديا ببساطه قوي ان هم يفردوا على ساحل البحر المتوسط من موراكو من اقصى الغرب من المغرب لحد ايجيبت يحطوا خلايا شمسيه. فالخلايا الشمسيه ديت هتولد طاقه كهربيه. ياخدوا طاقه كهربيه دي عبر البحر المتوسط توصل لجنوب اوروبا وايطالي ياخدوا الطاقه الكهربيه منها. فاذا استفادوا من الشمس الافريقيه واحنا قاعدين ساكتين يعني. وحقهم. فاشتركت معهم موراكو ودفعوا حوالي 10 مليار دولار. المشروع دوت قيمته حوالي 400 مليار يورو. فموراكو عملت 2 تندة ومناقصتين وبداوا بالفعل يعملوا مصانع هناك عشان يعملوا ده. والجزائر اعتقد بس للاسف مصر مش موجوده في الموضوع يعني. مع ان الموضوع ده حتى بريطانيا دلوقتي بدات ان هي تشترك في الموضوع ده. موضوع اسمه ديزرت تيك مشروع هام جدا. وتخيلي ان اوروبا مهتمه قوي بالطاقه الشمسيه يعني اوروبا هتاخد شمسنا ديليفري. واحنا لما نشارك يعني احنا نشارك ويبقى عندنا برضو شمسنا دي نستفاد بيها ولا ايه بقى احنا نتعلم وخلاص؟ حسب بقى الديزيجن ميكر حسب احنا الفيجن يعني حسب طيب. الفيجن يعني حسب رؤيتنا وحسب انا هستفاد ايه. هل انا استفاد ان انا ممكن اقول اشارك واخد منهم مثلا ماني وخلاص دي هتبقى ضيقه الفيجن اسمها ايه رؤيه هتبقى ضيقه قوي. لكن الفيجن الكبيره قوي ان انا اقول لهم اوكي انت هتاخد الافريكا الصن بتاعتي صح اوكي تديني بس محطات تبقى لينا احنا كمان. لا بس اديني التكنولوجي اديني التكنولوجي مش ان انا احط محطات وخلاص. لا احنا عندنا باحثين يعني هم يقدروا يعملوا ويوصلوا للتكنولوجي زي دكتور محمد سعيد. بعد الفاصل يعني هنكمل كلامنا كان عن المشروع. معلش انا قطعت حضرتك فيه. بعد الفاصل مصرت على دينا الفترة الجاية لينا نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بإيدينا بالحب وبالإرادة الصح هيبقى عادة والمرة حد فكر يسد طريقنا هيعدي هتفضل بينا دايما أم الأوطان مسلم مسيح مصر ربنا عن جدود ونمت لو فيها مصر هتفضل بقى مصر تعالى بينا الفترة الجاية لينا نبني بجد ولا سد طريقنا علينا مصر على بينا الفترة الجاية لينا نبني بجد ولا يبنهد اللي هنبني رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن. علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي.
موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين، كنا بنتكلم على المشروع البحثي أو البحث اللي تم تحكيمه، آخر بحث حكمه الدكتور محمد سعد كان أوكي. كان في موضوع البايوماس، كان هو إعادة تدوير مخلفات البيولوجية وإعادة تدويرها لإنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الطاقة منها، فكان موضوع حيوي جدا وهو 12 من أسبوع فات، فمنشور كويس جدا وأشجع أن الناس تقرأ. طيب يعني معلش عايزين بس في ختام الحلقة نتكلم على حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، علم دكتور محمد سعد، الكلام اللي قاله حالا، الأبحاث اللي قام بيها، النتائج اللي طلع بيها، وده بنربطه بالتطبيقات بالصناعة ونهضة بلدنا، وإزاي ممكن يعني نطبق الكلام ده ونهتم بالصناعة والتطبيقات اللي حضرتك يعني قمت بأبحاث كتيرة فيها. زي ما قلت لحضرتك التكنولوجيا اللي احنا اشتغلنا فيها سهل قوي ان احنا ننقل التكنولوجيا، عندنا الخبرات الحمد لله وعندنا القدرات المالية حتى في مصر، يعني مصر لا ينقصها مالا بس ينقصها ان احنا نهتم بفيلد معين بمجال معين. فأنا أعرف جيدا ان احنا بنهتم دلوقتي، أنا شغلي الحديث دلوقتي وأنا بدرس في الجامعة بندرس الطاقة النووية وبنشتغل في أبحاث الطاقة النووية، في مشروع ضخم جدا في فرنسا مثلا مكلف أكثر من 25 مليار دولار عشان يعملوا أكبر مفاعل نووي اندماجي. احنا في مصر في الضبعة مضينا مع روسيا وهنعمل 2 مفاعل نووي ذري، فنقدر نستفيد قوي بالتكنولوجي وانا في الفيلد ده شغال كويس جدا برضو، فنقدر نستفيد قوي صناعيا وتكنولوجيا، لان لو قدرنا ان احنا نستفيد بالطاقة سواء طاقة شمسية او طاقة نووية، الطاقة هي اول مشكلة على مستوى العالم قبل مشكلة المية، لان لو عندي طاقة رخيصة اوكي اقدر احل بيها الميه، يعني اعمل ووتر ديسيلينيشن يعني تحليه الميه البحر، فبقى اقدر ان انا احل مشكله الميه كمان. فالطاقه نمبر 1، فالمفاعلات النوويه شغل مهم جدا جدا جدا، وقبلهم كمان طاقه شمسيه. طاقه شمسيه طبعا لازم نستفيد بيها لانها طاقه رخيصه، ولكن ليس فقط ان احنا يعني نحط بس خلايا شمسيه ويبقى دي على فوق المباني وكده ونقول احنا دخلنا طاقه شمسيه، لا لازم نجيب التكنولوجي ان احنا نصنع الخلايا الشمسيه من A to Z من الالف الى الياء. يعني احنا رمله سيناء مثلا بنبيعها ب 10 دولار تن اوكي، بتتباع لنا باك بترجع لنا كسيليكون وككمبيوترز، الشاشات كمبيوتر والحاجات دي ترجع لنا بحوالي 10 مليار دولار. فاحنا لازم نستفيد بالتكنولوجي، احنا عندنا التكنولوجي ونقدر نستفيد بيها بالصناعه، نحسن الصناعه بتاعتنا، لو حسننا الصناعه نقدر نصدر ونجيب عمله صعبه لبلدنا. دكتور محمد سعد الاسناوي شكرا لحضرتك على مسيرتك العلميه الرائعه والمحترمه، شكرا ان حضرتك جيت لنا في البرنامج في اجازه قصيره من بريطانيا، شكرا لحضرتك. ميرسي جدا فعلا. اعزائي المشاهدين بشكركم في النهايه والى اللقاء وحلقه جديده من برنامجكم علماء من بلدي. ماشي على الكورنيش والبركه في لقمه عيش فرح.